أهلا بكم في قهوة النجوم. مصرع 14 شخصا وإصابة 25 آخرين في حادث تصادم أتوبيس وتريلا على الطريق الخارجة أسيوط، منهم اللي كان رايح يشوف أهله ومنهم اللي رايح يشوف شغله، لكن للأسف الحادث أليم. اصطدم أتوبيس نقل ركاب تابع إلى شركة الصعيد بتريلا على طريق الخارجة أسيوط بالقرب من منطقة النقب التابعة إلى محافظة الوادي الجديد، وأعرب اللواء دكتور محمد محافظ الوادي الجديد عن خالص تعزيه ومواساته لأسر ضحايا حادث التصادم الذي وقع مساء أمس بمنطقة النقب بطريق الخارجة أسيوط، وأسفر عن وقوع 14 حالة وفاة و25 إصابة، داعياً الله أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته وأن يمن بالشفاء العاجل للمصابين. وأوضح المحافظ أنه تم الدفع ب17 سيارة إسعاف لنقل المتوفيين والمصابين من موقع الحادث، مشدداً على تقديم كل أوجه الدعم والرعاية اللازمة وسرعة إنهاء إجراءات تسليم جثث المتوفيين لذويهم.